السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك 25. تمام، شو شركة أول ما تضغط الزر تنتقل إلى مكان قبل ما نبدأ المقطع. لا تنسوا تضغط اللايك والاشتراك والنشر، وإذا حابب أنزل شرحات أكثر اكتب في التعليقات إن شاء الله أنزلها. أول شيء لازم تجيب الزر، تحط المكان اللي تبيه يكون الزر موجود. أنا مثلا كذا المكان ترى، وتضغط عليه مربع، تسحب عليه ذولي كلها نفس التفاعل وش تبي يكون مكتوب، عرفت؟ انا مثلا بكتب الانتقال. اسحب عليها اسحب عليها. عندي تشغيل قناة فاضية، انا مثلا القناة الفاضية عندك، انا مثلا بحط رقم 10، وتجيب ريفت، تروح المكان اللي تبيه اول ما يضغط الزر ينتقل فيه. انا مثلا ابي هنا يكون، اوكي، تضغط على المربع، تحطه بدون هنا لا، وهنا لا، وهنا لا، اوكي. تروح عند التشغيل القناة اللي حطيتها عند الزر، تحط 10، نقل الآن تحط 10، اوكي. وتبدأ الجيم. أول ما تبدأ الجيم تلقى الزر هنا مكتوب الانتقال، تضغط مربع شوف انقلك. وطبعا الرفت مو موجود، انا خليتها مخفي. وبس كان هذا الشرح، لا تنسى تضغط اللايك والاشتراك والنشر. مع السلامة.